يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحائض إذا توضأت هل يجوز لها اللبث في المسجد كالجنب؟ الحائض إذا توضأت، إذا احتاجت، نعم إذا احتاجت إلى اللبث في المسجد تتوضأ دفعا للحاجة، أما إذا لم تحتج فلا تدخل المسجد، فلتبقى خارج المسجد. لكن لو احتاجت، خافت إنها إذا صارت خارج المسجد تخاف على نفسها، تستوحش، أو الوقت بارد شديد البرودة أو مطر، تحتاج إلى دخول المسجد وهي لا تتمكن، يعني عليها الحيض، عليها الحيض، إنها تتوضأ وتقعد في المسجد بقدر الحاجة، مثل الجنوب أيضا، الجنوب لا يدخل المسجد، لكن لو احتاج فإنه يتوضأ ويجلس في المسجد دفعا للحاجة. نعم.